تبي أبل واتش، تبي تذاكر حق دبي لشخصين، تبي إيربودز، تابع هالإعلان للآخر. مطعم بدون تأنيب ضمير، حياك دي بوند وانت مغمض. خل أوريكم شنو طلبي المعتاد من دي بوند. رقم واحد الشاورما كومبو مع بطاط مشوي، اثنين شاورما، ولازم تسوون هالحركة مع كل لقمة تغمسون صدر دياي صافي ومن دياي اليوم. البطاطا عندهم مشوي ولازم تغمسون مع كل لقمة. خل أوريكم طلبي الثاني، إذا مو مشتهي شاورما دياي مخلي من العظم مع بطاط مشوي بدون ولا نقطة زيت. في تكنيك عشان تاكل، ما تاكل بكيفك، خبزة وتحط فيها دياية، تالي تحط لك معاهم بطاطا كأنك ما تدري، تالي هوب وعيش وسبنا عيش. خل أوريكم طلبي الثالث، حياك تعال شوف هذا أحلى عيش ودياي راح تاكله بحياتك. حتى هذا لازم علمك تكنيك شلون تاكله، شوف طال عمرك تغرف من تحت بحيث يك صوص عيش ودياي. جربه ودعيلي تكفى، لاحظ لي كمية الصوص اللي بالعيش، الطعم شي ما صار والله. هذيلا طلباتي من المطعم، وتالي تختم بالحلو، هذا السويت عندهم يدرس، هذا إذا ما عجبك أنا ما أفتهم شي، لذيذ بشكل مو عادي. أنت متخيل كمية السياحان اللي أنا فيها؟ خلو أوريكم أطباق جانبية في دي بوند. عندهم فتوش، سلطة الكولسلو، تبولة، حمص سبايسي هذا وايد لذيذ، حمص عادي، أوريجينال رايس بودينج، عندهم لبن عادي أو مع نعناع. الحين بقول لكم شلون تربحون هذه الجوائز، تدخل على أكاونت دي بوند، تسوي لهم فولو ومنشن أي واحد من ربعك وتجاوب على السؤال اللي حاطينه وتروح وترجع بالسلامة. خلص خطواتك بدبي وبس والله.